بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ذكر عظيم جدا. قال عنه بعض العلماء كنز السنة النبوية. لو أنك قلته مرة واحدة أخذت مليارات مليارات الحسنات، مليارات لا أبالغ، مليارات مليارات الحسنات، وغرست في الجنة ربما ملايين ربما مليارات الشجر، لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى كم عدد الشجر الذي يغرس. هذا الذكر لو قلته مرة واحدة أفضل من أن تذكر الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة لا تفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة. تصور انك انت ما تنامش، ما تاكلش، ما تشربش، ما تروحش شغلك، بتفضل طول 24 ساعة متواصلة تذكر، لا تبلغ هذا الذكر. بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي امام الباهلي رضي الله عنه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في المسجد وحرك شفتي، فقال لي: ما تعمل يا ابا امامه؟ قلت: يا رسول الله اذكر الله. قال: افعلمك ذكرا افضل من ذكرك الله سبحانه وتعالى الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يعني انت لو ذكر في الميزان ده، في الميزان لو انت قلته مره واحده افضل من ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعه متواصله لا تفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لحظه واحده. قلت: بلى يا رسول الله. قال: ان تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، سبحان الله ملء ما احصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله ملء ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. ثم تقول: الله اكبر مثل ذلك، ثم تقول: لا اله الا الله مثل ذلك. شوف بقى، دول الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. شوف لما تقول سبحان الله عدد ما خلق تاخد كم حسنه؟ هل يستطيع احد ان يحصي عدد خلق الله سبحانه وتعالى؟ تاخد كم حسنه؟ اضرب الحسنه ب10 وبعدين اضرب في عدد خلق الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: افضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل. يعني لو وصلت ذكر الله 24 ساعه مش توصل هذا الذكر. بهذا الذكر ان شاء الله لو وصلت عليه ربما يوصلك للفردوس الاعلى، هتحصل بيه مليارات، ده غير الشجر اللي هيغرس. من قال سبحان الله في روايه اخرى: سبحان الله بحمده غرست له نخله في الجنه. لما بتقول سبحان الله عدد خلق يغرس ذيك كام نخله في الجنه؟ مش معقوله بقى واحده، ده انت قلت عدد من خلق. اترك هذا لله، عدد لا نهائي من الـ من الـ من النخل، النخله الواحده يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يبلغ اخرها. سيقانها من ذهب، جذوعها من الزبرجد والياقوت والمرجان، اوراقها اكبر من اذان الفيله، فيها من الثمر الواحده بس لو اكل منهم اهل المشرق والمغرب لاوسعها. يبقى تتزود ميراثك في الجنه قد ايه؟ اضرب بقى 100 شجره تمشي 100 سنه تحتها ما تبلغش اخرها، كل ده هيبقى في ميراثك في الجنه يوم القيامه. تخيل معايا الميزان يبقى عامل ازاي؟ فيا ريت تنزلوا تحت فيديو تحفظوا الذكر ده، وسهل جدا. انت هتقول سبحان الله، هي بس الحته بتاعت سبحان الله حفظتها، هتشيل سبحان الله وتحط الحمد لله، وتشيل الله الحمد لله وتقول الله اكبر اكبر، تشيل الله اكبر تقول لا اله. والله في بعض الصالحين اللي احسابهم على خير يعني بيقولوا هذا الذكر 5 مرات و10 مرات في اليوم مش مره واحده. بس انا عارف ان الناس دلوقتي ما عندهاش همه للاسف الشديد. الناس دلوقتي عندهم استعداد يعني يتفرج على ماتش كوره ساعتين او فيلم، لكن يقول ذكر زي ده ياخد منه دقيقه ولا دقيقتين، لا ما الجنه دي مش في دماغه خالص. وسادة ندم اشد الندم من القيامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: افلا ادلكم على خير اعمالكم واسكاها عند ملكيكم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الورق والذهب، وخير لكم ان تلقوا اعداءكم غدا فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. قالوا: ولا صلى. قالوا: ذكر الله. وده اعظم الذكر، الذكر ده كنز السنوي. ف يعني كان بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الذكر افضل من انفاق الورق والذهب، وافضل من الجهاد في سبيل الله، وافضل من الشهاده كمان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم افضل من ان تلقوا اعداءكم غدا فاضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقكم. فالمحروم هو اللي يعرف الذكر ده ما يقولوش فعلا. يعني الانسان اذا عرف، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: عرفت فالزم. فالانسان اللي يعرف ثم يتهاون بالسنن ويتهاون بالاذكار خاسر ومحروم، معروف الصواب العظيم. ولانه عرف ربنا سبحانه وتعالى ينزله سبحانه وتعالى من الفردوس، ما يوصلوش الفردوس الاعلى، ينزله في الدرجات الادنى، لانه عرفوا. يمكن اللي ما يعرفش ما عندوش حجه، لكن انت عرفت وعرفت الصواب العظيم. فين همتك؟ ما دام انت زاهد يزهد الله فيك، ولا يزهد في الجنه ربنا يزهد فيك. ده انت زاهد في الفردوس الاعلى مش عايز الثواب، ربنا كمان مش عايزك، ما يوصلكش. اللي عنده همه اولى. فيا ريت ننزل تحت الفيديو ونحفظ هذا الذكر ونقوله ونعلمه للناس، ونعلم علما كان له اجر من عمل به يوم القيامه، لانقذ يوم القيامه. اقول قولي هذا، استغفر الله.